السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الصغار، تعالوا نقرأ اليوم معا قصة من قصص الحيوانات في القرآن الكريم، وهي واحدة من القصص العديدة والمتنوعة التي تحتويها مكتبة معهد مصر الأزهري الخاص. قصة اليوم بعنوان غراب هابيل وقابيل. أنا غراب ابني آدم، أو غراب هابيل وقابيل، أو الغراب الذي بعثه الله تعالى ليعلم قابيل كيف يدفن جسد أخيه هابيل بعد أن قتله. ولكن ما هي قصتي؟ دعوني أحكيها لكم من البداية إلى النهاية. نشأت في زمن أبي البشر آدم عليه السلام، كان ذلك بعد هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض، وتوبتهما إلى الله عما بدر منهما من معصية. بعد ذلك أخذ آدم وحواء يعمران الأرض وينجبان الأبناء وينجبان الأطفال. كانت حواء تنجب في كل مرة توأما ولدا وبنتا. في أحد الأعوام وضعت قابيل وأخته إقليما، وفي عام آخر وضعت هابيل وأخته ليوثا. كان هابيل منذ صغره طيبا مطيعا لوالديه، وكان قابيل على عكسه يعصي والديه باستمرار ويكثر من الشجار مع هابيل. ومرت السنوات، كبر خلالهما الأخوان قابيل وهابيل، وكبرت معهما أختاهما إقليما وليوثا. وصل كل منهم إلى سن الزواج، وكانت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت تقضي بأن كل ولد من بطن يتزوج أخته من البطن الأخرى، أي يتزوج قابيل من ليوثا أخت هابيل، وبالعكس يتزوج هابيل من إقليم أخت قابيل. ولأن هابيل كان مطيعا لوالديه فلم يعارض في الأمر، أما قابيل فقد رفض الزواج من ليوثا وقال بأنه ينوي الزواج من إقليم أخته. اختلف الأخوان ووقع الشجار بينهما، وكان قابيل هو البادئ بالمشاجرة، لكن هابيل لم يرد عليه. وتدخل الأب آدم عليه السلام ليحل المشكلة. أفهم ابنه قابيل أن أخته لا يحل له الزواج منها، وظل قابيل مصرا على موقفه. فطلب آدم من كل واحد من ولديه أن يتقرب إلى الله تعالى بتقديم قربان، فمن تقبل الله قربانه كان على الحق. سارع هابيل بإحضار أسمن خرافه ووضعه على الجبل متقربا به إلى الله، بينما أحضر قابيل حزمة من سنابل الحنطة الخضراء ووضعها قريبا من خروف أخيه. ووقف هابيل وقابيل ينتظران بعيدا ليريا من يتقبل الله منه قربانه. وبعد قليل هبطت نار من السماء وحرقت قربان هابيل، دليلا على أن الله تعالى قد تقبل منه قربانه، بينما بقي قربان قابيل كما هو لم يمس، دليلا على أن الله لم يتقبله منه. فرح هابيل وشكر الله، وغضب قابيل فراح يهدد أخاه بالقتل.
رد هابيل على تهديد أخيه له بالقتل بقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وحذر هابيل أخاه قابيل من نتيجة تهديده له، ومرت أيام يعلم عددها الله وحده، ثم وقعت أول جريمة قتل على الأرض. قتل قابيل أخاه هابيل، ثم وقف ينظر إلى جسده حائرا: ماذا يفعل في جسد أخيه؟ ثم حمله على كتفه وأخذ يجري به هنا وهناك في حيرة. وشاءت إرادة الله أن يبعثني أنا الغراب لأعلم ابن آدم عليه السلام كيف يدفن جسد أخيه. كان هناك غراب ميت، فحملته بمنقاري، ثم وضعته على الأرض أمام قابيل، وبدأت أحفر الأرض بمنقاري حتى حفرت حفرة تسع الغراب الميت، ثم أرقدت فيها الغراب، وأهلت عليه التراب، وسويت التراب، ثم طرت بعيدا، فرأيت قابيل يضع جسد أخيه على الأرض، ثم أخذ يحفر حفرة كبيرة، فلما انتهى من الحفر أرقد أخاه في الحفرة وأهال عليه التراب تماما مثلما فعلت أنا مع أخي الغراب. وهكذا كنت الغراب الذي علم أبناء آدم عليه السلام كيف يدفنون موتاهم. وقد حكى القرآن الكريم هذا الموقف في سورة المائدة في قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. أحبائي الصغار، كانت هذه قصة حكيتها لكم اليوم من مكتبة معهد مصر الأزهري الخاص، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بأحداث القصة. وإلى اللقاء مع قصة جديدة وأحداث أخرى بإذن الله. أستودعكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.